لا إله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فريق الاحتياجات التدريبية للقرن 21 في عصر الرقمنة. طبعا بداية جديدة وتألق جديد من تألقات فريق الاحتياجات التدريبية بانضمام فريق الصالون التعليمي الليبي، وأيضا وحدة التفتيش والتوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم بدولة ليبيا. طبعا انضمام رائع للفريق وتألق رائع لفريق الاحتياجات التدريبية. طبعا فريق الاحتياجات التدريبية معروف، ومعانا طبعا دكتور فوزي الحلواتي قائد ومؤسس فريق الاحتياجات التدريبية، ومعانا أيضا مسؤولة الفريق ومنسق الداعية الأستاذة ماريانا نبيل، ومعانا أيضا الأستاذة نسرين الهباش مشرفة الجروبات، وأيضا الأستاذة سعدية أيوب المتحدث الرسمي للقاءات التدريبية، وتقريبا عندها عذر لعلها كانت اليوم معانا. ومعانا ضمن فريق الاحتياجات التدريبية الأستاذة وسام إبراهيم شلبي، تحية طبعا للأستاذة وسام بتقدير عالي جدا لتواجدها داخل فريق الاحتياجات التدريبية كمدربة معتمدة داخل الفريق، ومجهودها الرائع خلال 4 محاضرات متواصلة عن استمارة المعلم الخبير. وانضم إلينا المتألقة المبدعة يعني الأستاذة نجاة أبو سروال من دولة ليبيا. الأستاذة نجاة ما شاء الله تبارك الرحمن تألق غير عادي كمدربة متألقة داخل فريق الاحتياجات التدريبية. طبعا فريقنا اليوم راح يقوم بمبادرة جديدة من نوعها باعتماد من وزارة التربية الليبية، ومعانا طبعا المهندس الأستاذ لطفي عبد الرازق الزرقاني، طبعا هو مدير إدارة التخطيط والتطوير والتميز المؤسسي بمصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم لدولة ليبيا. طبعا اليوم هيكون يوم غير عادي بتألق 3 فرق معتمدة، وراح يكون تألق غير عادي اليوم بوجود جرنيهات معتمدة من وزارة التربية، وأيضا شهادات معتمدة من وزارة التربية بدولة ليبيا. وتفضل حضرتك دكتور فوزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا حميدا بعد ما فرحنا بعيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا جميعا باليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير جميعا، رواد فريق الاحتياجات التدريبية ومنتسبي فريق الاحتياجات التدريبية. أضفنا إضافة جديدة ومميزة لفريق الاحتياجات التدريبية عن قناعة وعن تخطيط جيد ومميز لفريق الاحتياجات التدريبية، هو عمل المشاركة مع المجتمع الليبي، ونتمنى من جميع الدول العربية، لأن فريق الاحتياجات التدريبية ممثل للدول العربية جميعا من المحيط الخليج. نتمنى أن يكون بنين الفينية والأخرى مشاركة مع دولة عربية شقيقة. المشاركة هذه المرة، وهي المرة الأولى لفريق الاحتياجات التدريبية أن يتم عمل مشاركة وتعاون مع أي فرق أخرى أو أي مكان آخر، إنما هذا التشارك كان تشارك يعني أعده من أعلى المستويات، كون فريق الاحتياجات التدريبية يعمل مشاركة مع مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بدولة ليبيا ممثلة في وزارة التعليم الليبية، وأيضا مع فريق الصالون التعليمي الليبي اللي أخذ على عاتقه تطوير المهني للمعلمين والتطوير المهني للمفتشين والموجهين التربويين، اللي العملية التربوية كاملة مسنودة إليهم من تخطيط وتطوير واختيار مناهج واختيار معلمين وتوجيه معلمين يعني. ودولة ليبيا الشقيقة صراحة يعني ما لمست منهم ومن لقاءاتي معهم أنهم لا يدخروا جهد في تطوير المعلم ورقي به، ومكونين فرق قوية جدا
خاصه بمصلحه التفتيش والتوجيه التربوي لتقوم بتطوير المعلم، اللي كل ذلك يصب في التلميذ اللي هو الثمره اللي كلنا بنسعى الى نمائها وتطويرها. بنشكر استاذ لطفي على هذه المبادره، بنشكر استاذ لطفي على السعي لتطوير المعلمين وتطوير المفتشين والموجهين التربويين، بنشكر استاذه مبروكه عبد الله الخير لتعاونها، وكانت حلقة الوصل في نجاح هذه المبادرة، وهي تمثل رئيس قسم التدريب الليبي، بنشكرها. كمان أستاذ لطفي اعتانى وعتل لمدربينا أو رواد الفريق والمفتشين الليبيين وكل الحضور إجازة باستخدام واعتماد الشهادات عن هذه المبادرة بالختم الرسمي لمصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بوزارة التعليم الليبية، وهذا يعد إنجاز أن يحصل متدرب على شهادة معتمدة من الدولة ومن وزارة سيادية داخل الدولة مجاناً. هذا إنجاز، وهذا يعتبر بمثابة هدية من أجل التطوير الذات، هدية لكل رواد الفريق وكل الحضور. كمان بنرحب بأستاذة شوقية حوارة، بنرحب بيها مدربتنا اليوم، وإحنا تعمدنا إن نجيب من أهل فلسطين مدرب يعني حتى نجي نلم شمل الوطن العربي من محيطه إلى خليجه، نجيب أحب الناس في إفريقيا وأحب الناس في آسيا، ونلتقي جميعا في الملتقى فريق الاحتياجات التدريبية. بنرحب بالجميع، وإن شاء الله نبشركم بلقاء أو مبادرة مستمرة ممتعة إن شاء الله فيها كل الخير للجميع. وأقدم الكلمة الآن للأستاذ المهندس لطفي عبد الرازق الزرقاني، مدير إدارة التخطيط والتطوير والتميز المؤسسي، فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ فوزي، الأخوة أعضاء الفريق الاحتياجات التدريبية للقرن 21 في العصر الرقمنة، السيدة أستاذة شوقية حواورة، السادة الحضور سواء كانوا من المفتشين التربويين تابعين لمصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم الليبية، الأخوة الضيوف من باقي الأقطار العربية، السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم تحية مسائية طيبة من هنا من ليبيا. طبعا شكرا أستاذ فوزي على المقدمة، وأنت قد أسهبت في الموضوع ووفيت وكفيت في هذا في هذه أو طرحك لفكرة هذه المبادرة. فقط أريد أن أزيد على أستاذ فوزي أن أحد المهام المنوطة بإدارة التخطيط والتطوير والتميز الأساسي بمصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم هي التطوير ورفع الكفايات المهنية والفنية للمفتشين التربويين، والذي ينعكس كما سلفت في الاجتماع أستاذ فوزي، والذي ينعكس أيضا على تطوير المعلمين، لأن المفتش التربوي هو اللبن الأساسية للرفع من العملية التعليمية في جميع نواحيها سواء كانت مهنية أو فنية. بالنسبة للختم أستاذ، الأختام لم تصنع لنختم عليها على الأوراق فقط أو نختم بها على المراسلاتنا فقط،
بل كان من باب أجدى وأولى أن توضع على شهادات نفتخر أن يكون عليها ختم إدارة التخطيط والتطوير والتميز المؤسسي، فهذا شرف لنا قبل أن يكون أي ميزة للمتدربين، لا بالعكس هذا شرف لنا إحنا أن يكون ختمنا على الشهادات. الأستاذة مبروكة نشكرها شكر خاص زميلتي في الإدارة، هي طبعا الأستاذة مبروكة رئيس قسم التدريب بالإدارة. الأستاذة شوقية حواورة تحية خاصة جدا جدا من الشعب الليبي إلى الشعب الفلسطيني إلى فلسطين الحبيبة، وحسنت الاختيار أستاذ فوزي للاستفتاحية لهذه المبادرة بأن تكون الاستفتاحية من قلب العرب الجريح من فلسطين، وإن شاء الله سيبرأ هذا الجرح قريبا بإذن الله. تحية لي خاصة أستاذ شوقية، تحية للجميع، لا أريد أن أطيل، فقط استأذنكم ربما لا أستطيع استكمال المحاضرة معكم اليوم لأنني مرتبط باجتماع آخر في العمل، يعني مش مبادرة تدريب، عندي اجتماع آخر في العمل إن شاء الله، فاستسمحوني إذا كان ربما طلعت من المبادرة اليوم. ندعو للتوفيق للأستاذة شوقية، التوفيق للجميع، شكرا أستاذ فوزي وبارك الله فيكم، أعضاء الفريق أستاذة مريانة وأستاذة الأستاذة الثانية، معلش بحث مريانة أستاذة بس اليوم، مشكورين. أستاذة نجاة مع الآن وسهلا بك، وصل المسج أستاذة نجاة، وصلني المسج، شكرا بارك الله فيك أستاذة نجاة، ويشرفنا أن يكون أحد المدربين المتميزين من ليبيا على المنصة الويكيليكس. شكرا لكم جميعا، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا بارك الله فيك مهندس السلام. شكرا لك، بارك الله فيك على كلماتك وتمنياتك لأرض فلسطين، بارك الله فيكم وبالأستاذ فوزي وبالجميع، شكرا. والآن بعد كلمة أستاذ مهندس لطفي اللي ساعدنا بها جميعا، وأستاذ لطفي أحد المسؤولين الكبار في القيادات العليا بوزارة التربية والتعليم في ليبيا، نشكره على استقطاع هذا الوقت ووجوده معنا. والكلمة الآن. عفوا أستاذ فوزي، تفضل. لا 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 لا، أنا لست من المسؤولين الكبار، أنا موظف في الدولة الليبية، فقط صيفتي كمدير إدارة جعلتني لربما أكون معكم، وهذا تشرفت به، ولكن أنا راني زيني زي زملائي المفتشين، أنا مفتش تربوي في الأساس، وأنا زميل لهم ومنهم وفيهم، وأنا مانيش مسؤول كبير، لا 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 لا، أنا بالعكس منهم وفيهم، لا لربما الله يجزيك خير، الله يجزيك خير، اخترت لهذه الوظيفة لأكون قائد فريق للتدريب والتطوير وربما للتخطيط، ولكن أنا مانيش مسؤول كبير، لا 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 بالعكس، أنا موظف وضعت في هذا المنصب لخدمة زملائي المفتشين وكذلك المعلمين، أنا كنت معلم ومفتش وما زلت مفتش وما زلت معلم، وشكرا بارك الله فيك وسمحني على المداخلة. تواضعكم أخجلنا أستاذي الكبير، تواضعكم فعلا أخجلنا، ويعني نلتمس منكم العذر، والله نتعلم منكم التواضع، وأنتم أساتذتنا، وشكرا لحضرتك. والكلمة الآن لأستاذة مبروكة رئيس قسم التدريب، رئيس قسم التدريب الليبي، فلتتفضل، مشكورة. شكرا دكتور فوزي، شكرا لكل الزملاء، لا أود أن أطيل عليكم، ما شاء الله يعني كفيت ووفيت، كل الشكر والتقدير لفريق المبادرة، مبادرة رواد التعلم الرقمي، مسرور جدا موجودين في هذه المبادرة اللي تعمل على التطوير وهدفها التطوير. شكرا أيضا
للفريق الاحتياجات التدريبية متمثلا في شخصك الكريم دكتور، وشكرا لإدارتي إدارة التطوير التخطيط والتطوير والتمييز المؤسسي، ولزملائي رؤساء الأقسام وكل المفتشين التربويين في كل ربوع ليبيا. لازلنا مستمرين في تقديم الأفضل. أنا باعتبار رئيس قسم تدريب داخل المصلحة، نتمنى تقديم دائما أرقى أو أفضل ما هنالك من الدورات التدريبية، وأن نكون في تشابك مع الفرق الوطنية وأيضا العربية وإن شاء الله الإقليمية. ولازلنا مستمرين كما قلنا، كل الشكر لكل الحضور، وإن شاء الله لا أريد أن أطيل عليكم. شكرا مدربتنا، نتمنى لك التوفيق. شكرا لزميلاتي، أتمنى لكم المزيد من التطوير في كل المجالات. شكرا دكتور فوزي، بارك الله فيكم. شكراً أستاذة مبروكة على كلماتك الطيبة، ويعني هذا اللقاء كان لقاء يغلب عليه التعارف بصفة أني أول لقاء في المبادرة، فنلتمس العذر من نواب الفريق جميعاً. والآن جاء دور المتألقة زائعة الصيت على مستوى فرق التدريبية وعلى مستوى التدريب الرقمي في الوطن العربي كله، هي مسؤولة عن التدريب ومسؤولة أيضا عن تعريف نفسها لرواد الفريق. وإن شاء الله مع لقاء مميز مع أستاذة شوقية حوارة، فلتتفضل وتقدم إبداعاتها من أرض فلسطين الحبيبة الغالية على قلوب الجميع. لا أظن أبدا أن الحضور كلهم لا يوجد في قلبهم العشق لدولة فلسطين. أستاذ فوزي، شكرا. اتفضلي أستاذ فوزي. اتفضلي. أنا سأقوم بتقديم الأستاذ شو. بارك الله فيكم. اسمحي لي بس علشان الوقت هيطول. أستاذة شوقية، طب في كلمات سريعة، تفضل. تفضل. نعم. أستاذة نجاة، أبدأ. لا أبدأ أنا أستاذة شوقية، لحظة. تفضل أستاذة نجاة سريعا. لقائنا اليوم يتجدد في الاحتياجات التدريبية، الفريق الأكثر من رائع مع مدربة متألقة غنية عن التعريف، أستاذتنا اليوم الأستاذة شوقية حواورة من دولة فلسطين. المؤهلات: ماجستير أساليب تدريس اللغة الإنجليزية، رئيسة جمعية معلمي اللغة الإنجليزية العرب، حيث تستضيف محاضرين عالميين حول استراتيجيات التدريس الحديثة، مؤسس فريق نحن المبادرون نحو القمة للتدريب الرقمي، فائزة بجائزة المدرسة الدولية ISA للسنوات 2019 وأيضا 2020، حاصلة على المركز الثاني في جائزة الرئيس للإبداع والتميز لسنة 2020 من فلسطين، فائزة بجائزة أفضل معلم من ضمن 100 معلم مبادر متميز من جرين تينكرس، مدربة معتمدة وخبيرة عالمية مبدعة من مايكروسوفت للأعوام 2021-2022، مدرب معتمد عالمي لسنة 2023، مدرب TOT من أكاديمية إرادة الدولية مصر، مدرب رقمي من سفراء تطوير المهني تركيا، سفيرة للمجد لعامين متتاليين، وحصل على شهادة تميز أكاديمي من جمعية المترجمين العرب، عضو وقائد وسفير ومعلم معتمد لمجتمع وكلت وبانسي وكهوت والنيربود وكلاس بوينت ومعلم ماينكرافت المعتمد، سفيرة العقول الذكية ومجتمع التعليم والعقول المفكرة أولمبيا والتينكر لينك، مدرب ميسر في الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثانية 2020، محكمة في لجنة التحكيم لتظاهرة الأسبوع العربي للبرمجة، اترشح لمعلم العام العالمي 21-22
الترشح لجائزة فاركي وجائزة التعاون ومعلم فلسطين. الفوز بمسابقة إلهام فلسطين الوطنية لعدة سنوات، الترشح لجائزة المرأة العالمية المبدعة وعضو في أكاديمية التدريب العالمي أكثر امرأة ملهمة للعام 2022، عضو في مجلة قها العلمية الإسبوعية ونشر مقالات حول المواطنة الرقمية، مدرب دورات أونلاين مجانية للغة الإنجليزية، قاضية لتحكيم جائزة المرأة العالمية المبدعة 21-22، سفيرة وممثلة فلسطين في المشروع الأخضر العالمي للمحافظة على البيئة مع أكثر من 30 دولة، سفيرة المبادرة العالمية، جواز سفر ثقافي عالمي كممثلة لفلسطين، متحدثة رسمية في مؤتمرات محلية وعالمية، الحصول على وسام المبدع من المعلم المبدع من مصر، منسقة في أكاديمية إبراهيم مصر، اللجنة الإعلامية في مجلة آرتا، عضو في لجنة التحرير بمجلة الدبال الهندية، ولها العديد من المبادرات مثل المشروع الأخضر العالمي للتنمية المستدامة وسفيرة فلسطين، مبادرة جواز سفر ثقافي وسفيرة فلسطين مع 20 دورة عالمية، مبادرة التعليم الرقمي، أسست فريقا بعنوان نحن المبادرون نحن القمة، مبادرة الصف المقلوب، المعلم الصغير المدرب الصغير، فكر شارك زاوج، مبادرة التعليم الإنعكاسي، توأمة الفرق العربية للتدريب على أدوات مايكروسوفت ومقارات القرن 21، مبادرة فريق التوأمة التربوية العربية التطوعية مع 25 مبادرة من 11 دولة عربية، مبادرة ملتقى المعلم الخبير 22 مع عدة دول عربية كمتحدثة رسمية. أهلا وسهلا بك أستاذتنا، ما شاء الله تبارك الرحمن، نورتي فريق الاحتياجات التدريبية. أتمنى لك لقاء ممتع مثمر، صدد الله خطاك وبارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك على التقديم. بالإضافة إلى مبادرة الحصول على كارنيه مبادرة رواد التعلم الرقمي، نسيت تقولها. شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيكم، يعني ما شاء الله كلكم قامات، وأنا مبسوطة لأني أجتمع مع قامات من الوطن العربي. في البداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، أحييكم من أرض فلسطين الرباط، من أرض المعراج، من أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: وقل رب زدني علما، صدق الله العظيم. إن شاء الله سوف نتناول في هذه الورشة التدريبية منصة، وهي منصة ويكلت الخيالية لتقودنا للعالمية، وكيف ننشئ محتوى تفاعلي. فدائما زكاة العلم نشره، يقول الشاعر: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب، وليس اليتيم من لا والدين له، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. فدائما نسعى للعلم والتطوير. بداية أود أن أشكر فريق الاحتياجات التدريبية للقرن 21 في عصر الرقمنة بقيادة الأستاذ المتألق فوزي الحلواتي، وأيضا أشكر فريق الصالون التعليمي في ليبيا بقيادة زميلتي الرائعة المتألقة الأستاذة مبروكة عبد الله الخير رئيس قسم التدريب. كما أيضا أشكر مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي في وزارة التربية والتعليم في ليبيا، وأشكر جميع منسقي فريق الاحتياجات التدريبية على هذا الاستقبال وعلى هذا التقديم الرائع. أشكر زميلتي الرائعة نجاة أبو سروال من ليبيا، حيث استضفتها منذ مدة
فريقي نحن المبادرون نحو القمة، وأشكر جميع الحضور كل باسمه ولقبه لانضمامهم إلينا. الآن سوف نبدأ على بركة الله في هذه المنصة، لكن في البداية هناك بعض الروابط سوف أشاركها معكم، فلو سمحتم خذوا سكرين شوت لأنه فيش عندكم شو اسمه شات، معلش رح أعمله هون. ياريت تاخدوا له على الماسح وتفوتوا تعبروا بهذا المنتيميتر عن اسمكم، دولتكم، تخصصكم. ياريت تاخدوا له صورة في الماسح الضوئي، واللي ما عنده وعنده تشات إذا في تشات يكتب في التشات. خلينا نعمل تعارف دقيقتين إن شاء الله. اسمك، دولتك، تخصصك، خدوا له صورة في الماسح الضوئي على الكيو آر. أوكي، استاذة توقية. نعم. في العديد، في يوجد العديد لدخولهم الأول، فممكن الكيو آر مش منزلين ومش عارفين طريقة الدخول هذه، فالشات هل هو متاح؟ الشات ليس متاح، عشان هيك حطيته هين كيو آر. هاي بدأت الإجابات تصل الآن، لأنه في شات. أنا بعثت الروابط للأستاذ فوزي، لكن بما أنه في مشكلة عندكم ما في شات، فبقدر يأخذوا على المسح الضوئي، واللي ما بقدر على الشات. ما في شات، سوري. إن شاء الله هبعثهم للزملاء لنشرهم على الجروبات. نعم، لو سمحت. هيصل للزملاء لنشرهم على الجروبات. تمام. هذا الرابط. الآن بدأت الأسئلة أو الإجابات، هيها تظهر أمامكم. هل تظهر الإجابات أستاذ فوزي؟ هل هي ظاهرة أمامكم؟ الـ 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 الكود اللي ظاهر، يمكن فقط. عند الزملاء أستاذة مبروكة، ظاهر إجابات ولا الكود؟ الإجابات أستاذي. الإجابات، الإجابات واضحة الآن. إجابات واضحة الحمد الآن. لله. تمام. الآن نرحب بجميع من شاركونا، سناء السبايبة، كمان في معلمة جغرافيا، في إيمان عيرات، في ما شاء الله، في إيمان من مصر، سلطنة عمان، في من فلسطين، غرب، في حليمة معلم علوم، هنية، ما شاء الله ما شاء الله. إذن في عنا قامات هائلة في هذا الاجتماع، نرحب بكم ما شاء الله. والعديد من التخصصات، لغة فرنسية، لغة إنجليزية، علوم، مشرفين تربويين، ماجستير إعلام الطفل، ما شاء الله، لغة عربية، ما شاء الله ما شاء الله عنكم، ما شاء الله، ممتاز ممتاز، بارك الله فيكم. إذن هذه أول فقرة لنا للتعارف، أما ثاني فقرة فهي أيضا على هذا المنبر، وهو الآن بما أن عنا عن ويكليت، لو سمحتم برضو خذوا لي هذا سكرين على الماسح الضوئي، في معلومات عبر بكلمة عن ويكليت. ماذا تعرف عن ويكليت بكلمة؟ بكلمة. رابط آخر، عبر عن ويكليت بكلمة، ماذا تعني لك ويكليت إن سمعتم بها؟ وأكيد أنا متأكد يعني الكثير الكثير سمعوا بها وأخذوا دورات وما شاء الله سفراء بإذن الله. فلو سمحتم خذوا كمان صورة، راح أفتح ثاني. صف أو صفي ويكليت بكلمة. ديما، ما بدي اسم يا ديما، لو سمحتي فقط ماذا تعني لك ويكليت، أو ماذا تصفي منصة ويكليت بكلمة. صفي منصة ويكليت بكلمة. سوف أرجع للرابط لتتمكنوا من أخذ صورة له على الماسح الضوئي على الجوال. في عنا إشي اسمه ماسح ضوئي، لو سمحتم. أين المشاركات؟
بدنا أكثر. نعم، خذوا صورة ثانية، هذا كود آخر. صف منصة ويكليت بكلمة. أين الإجابات؟ يلا لو سمحتوا. ظاهر الاسم ديما يوسف نمر. أستاذة شوقية أنت مشيرة الوورد كلاود، فيك تشيري الكود. طيب ماشي. الآن تقدروا تأخذوا له صورة أخرى. ظاهر يا أستاذة نجاة، ظاهر الكود. لساته بيحمل. نعم، إذن نصف وكلت، واللي عنده تشات إذا في ناس عندهم بيكتبوا على التشات على التيمز. هل ظهر الآن؟ لا، صفحة فاضية أستاذة. معلش، هو ضعف الإنترنت أحيانا. بسم الله. عندما يظهر أخبريني لو سمحتي. تمام أستاذ. ظهر. تمام، يلا لو سمحتم خذوا صورة وعبروا بكلمة عن منصة ويكليت، فقط كلمة. ممتاز، بدأت الإجابات تظهر. محتوى رقمي، تطبيق رائعة، تعليم، محتوى رقمي ممتاز، منصة تواصل مع الطلاب. تمام، ما شاء الله ما شاء الله. إذن هناك معرفة بهذه المنصة، إن شاء الله نتبادل هذه المعارف في هذا اليوم. تطبيق رائع ما شاء الله، تواصل لا أعرفه، الآن ستعرفه إن شاء الله، رائع، منصة تعليمية رائعة. أتمنى أكون سفيرة إن شاء الله اليوم، راح نتعلم كيف تصير عضو وقائد وسفير وكمان معلم معتمد بإذن الله. أداة بحث صحيح، ممتاز، محتوى رائع، تمام، تشاركي حلوة، إبداعية، تمام، ممتاز، ما شاء الله ما شاء الله. بدنا كمان إجابات، تطبيق له سفراء، نعم نعم نعم، ممتاز، رائعة، محتوى تفاعلي ما شاء الله، ممتاز. إذن هي منصة للتواصل من مايكروسوفت، سنرى إن كانت فعلا من مايكروسوفت أم لا. تطوير، تمام، لا أعرفه، تمام، تشارك تعليمي، تمام، بارك الله فيكم، أشكركم على التفاعل، أشكركم. إذن اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن هذه المنصة الخيالية، حيث سوف نتعلم فيها كيف نصبح أعضاء وقادة وسفراء ومعلمين معتمدين. من فضلكم آخر كود الآن، هذا الفورم لو سمحتم تأخذوا له كمان صورة على المسح الضوئي وتعبوا المعلومات، هني 4-5 أسئلة فقط. ظهرت الشاشة يا أستاذة إيمان، أستاذة نجاة لو سمحتوا. لساتها مشيرة الوورد كلاود. طيب ماشي، لحظة إن شاء الله. إن شاء الله. راح أوقف الشير وأرد أعمل شير تاني. بسم الله.
ياريت بس يظهر احكوا لي. هاي وقفنا الشير وشاركنا، اتمنى انه يوضح. بسم الله. لسه انا لسه ما فيش. طيب عشان الوقت بديش اتاخر عليكم، اذا ظهر بنرجع له ان شاء الله. اذا منصه ويكليت كما عبرتم هي منصه مجانيه وتفاعليه وتطويريه واداه بحث تسمح لنا بتنسيق وتنظيم المحتوى بمظهر جميل جدا من اجل حفظه ومشاركته مع الاخرين. ايضا هنا هو أشبه بالمدونة الشخصية، وأنا دائما أقول هو باعتبار كأنه ملف إنجاز، لأنه يعتبر ملف إنجاز سواء للمعلم للطالب ولجميع الذين يشتركون به. لكن إذا سألنا من هو مؤسس المنصة، هل تعرفون من هو مؤسس المنصة؟ اللي بيعرف يرفع اليد ما دام فيش عندكم شات. من مؤسس المنصة؟ من أسس منصة ويكليت؟ اللي بيعرف يرفع اليد. ما في ما في صوت. طيب ماشي. سناء، أستاذة سناء تفضلي. أستاذة سناء السبايبة من الأردن تفضلي أجيبي، من هو مؤسس منصة ويكليت؟ أستاذة سناء تسمعيننا؟ أستاذة برلية. يلا اللي وراها. تفضلي. افتح المايك. افتح المايك مفتوح، في مجال تفتحي. برنية، أستاذة برنية افتحي المايك. هويدا، هويدا تفضلي، آخر واحدة راح أجاوب أنا. شكله عنده مشكلة في المايك. طيب بما أنه ما في عندهم إجابة، ممكن مشكلة في المايك. مؤسس المنصة هو أستاذ اسمه جميل من بريطانيا. أستاذ جميل زيه زي أي طالب أو باحث أو معلم أو أي حدا، في بما أنه دائما إحنا بنعمل ملفات ودائما إشي عسي وإشي عدي وإشي مش عارفين وين، ولما بدنا شغلة مثلا أو ملف أو خطة أو تحضير أو ورقة عمل أو امتحان أو صور لنا أو إنجازات وما إلى ذلك، بنكون مشلبكين ومش عارفين رأسنا من إجرينا. فهذا أستاذ جميل أجا شو قال؟ والله أنا بدي أبحث عن وسيلة مشان أرتب وأنظم وأشارك وأرجع للمحتوى بكل سهولة. فهو اللي أسس هاي المنصة وهو قائدها وهو مؤسس هاي المنصة، وهو اليوم محضر لكم مفاجأة بآخر اللقاء كمان، بالإضافة لمفاجآت فريق الاحتياجات الخاصة والمستضيفين لهذا اللقاء إن شاء الله. فأستاذ جميل هو المؤسس لهذه المنصة. لكن كيف يمكننا استخدام منصة ويكليت خارج الغرفة الصفية؟ احنا حكينا ممكن داخل الصف اكيد، واحنا كلنا كمعلمين او كطلبة كمان نحتاجها في داخل الغرفة الصفية، زي ما حكيت ممكن خطط، ممكن تحضير، ممكن اوراق عمل، ممكن مادة اثرائية، مادة علاجية، ممكن انجازات طلبتي، ممكن مبادراتي مع طلبتي، ممكن اي شيء في داخل الغرفة. لكن هل يمكن استخدام منصة ويكليت خارج الغرفة الصفية؟ الإجابة نعم. استخدام المنصة ممكن استخدمها في الرحلات. أنا رايحة رحلة باخذ صور كثير مع عائلتي، فجوالي بتحملش، لابتوبي بتحملش، إذا فلاشي ممكن تضيع، إذا سي دي ممكن يضرب. فأنا ممكن استخدم هاي المنصة إني إيش أنظم هاي الصور، أو ممكن بحث عملته في الرحلة، أو شيء تشاركي، أي شيء معين إذا ممكن استخدمها في الرحلات. كمان ممكن استخدمها في تعلم مهارات جديدة. ممكن انا طالبة مثلا او معلمة عندي مهارة معينة
مثلا مهارة مثلا تأليف القصص. كثير منشجع طلابنا مثلا كمعلمين إنهم على الكتاب الإبداعية، وهي من مهارات القرن 21 الإبداع creativity، إنه يكون طالبنا مبدع ومعلمنا كمان مبدع خاصة في ظل التمكين الرقمي. كمان نعم أستاذ شوقية بعد إذنك، في بعض الأعضاء بيقول ما عندهم شات، ما عندهم شاشة، شاشة غير ظاهرة. أنا عندي شاشة غير ظاهرة، ممكن يكون ضعف النت للكل مش ظاهرة. لا لا، هي إذا مش ظاهرة عندك أستاذة إيمان، هي مش ظاهرة عندي أنا أيضا. أيوة مش ظاهرة بعض الأعضاء كمان، ممكن ما تكونش ظاهرة. فإذا حضرتك تعيدي الشير مرة أخرى. طيب ماشي، حاضر وتبدأي من الأول أستاذة شوقية لو سمحت. تمام، بس إن شاء الله يظهر بإذن الله، لأني قاعدة بعرض في باوربوينت. ياريت بس يظهر حكولي. بسم الله. مازال ما ظهرش. طيب أشوف إذا على موقع، معلش أشوف هنا الشاشة تبعت الإيدج واضحة، والكمان نفس العرض مش واضحة. هل وضحت الشاشة؟ مازال. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش، هاي مشاكل الإنترنت الآن، وقت الدروي، الكل بيدرب والكل بيشتغل. أتمنى إن شاء الله إنها تظهر. إذن منصة ويكلت كما قلتم منصة تفاعلية ورائعة وممتعة بنفس الوقت، وهي من أدوات مايكروسوفت أوفيس 365. لحد الآن ما ظهر إشي؟ لسه أستاذ. نعم راح أوقف كمان. لو عندك أكثر من متصفح أستاذة ممكن تيجي في اليوم. من الآن تظهر إن شاء الله. معلش عشان الوقت راح أحكي حكي عبين ما تظهر. إذن يمكننا استخدامها خارج الغرفة الصفية، في الرحلات، في تعلم مهارات جديدة، في سرد القصص والإبداع. لكن من هم مستخدمو منصة ويكلت؟ هل هي تقتصر على المعلمين فقط أم على الطلبة فقط؟ هي كما قلنا منصة عالمية وتفاعلية معروفة في التعليم ومجانية، ولكنها ليست حكرا على المعلمين والطلبة فقط، بل يمكن لرجال الأعمال والباحثين والمترجمين والتربويين وحتى ربات البيوت أن يستخدمنا هذه المنصة. ممكن سؤال، ربات البيوت غريبة، أول مرة بنسمع، معقولة شو دخل ربات البيوت في منصة ويكلت؟ ممكن كربة بيت تستخدم في مثلا وصفات أكل، وصفات أدوية، وصفات صورها مع عائلتها، إنجازاتها مع العيلة، مثلا إنها عملت مشروع مثلا تنموي يفيد المجتمع إلى آخره، فإذا تفيد الجميع. الآن لو قارنا هذه المنصة بمنصات أخرى، مثلا سوي، كلنا قدمنا للخبير واستخدمنا سوي والويكلت وما إلى ذلك، لكن ماذا يفترق، ماذا يعني يختلف اللي هو الويكلت عن سوي؟ سوي زي ما بتعرفوا خاصة لما بيكون مش من حسابي على الوزاري، بيكون عدد بس محدود، يعني الوسائط محدودة، يعني فقط بس بسمح لي ب200 وسائط من الوسائط زي اليو ار ال، زي البي دي اف، زي الايمجز، الصور. استاذة شوقية نعم
ممكن نعم. حضرتك تبعت الباور لأستاذة إيمان وهي تعرض من عندها؟ يلا بس رح يأخذ وقت أكيد. ابعثي لي الإيميل لو سمحتي. ابعثي لي الإيميل. إحنا المهم إنها توضح الشاشة يا أستاذ. لا 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 نعم. هو ممكن يا أستاذ نعم. بس إذا هي تخرج من اللقاء وتنضم. أستاذة شوية اخرجي تماماً اخرجي تماماً وادخلي تاني. تمام. يا ريت لو سمحتوا يعني تحملوني مش بعيد. إن شاء الله مع حضرتك إن شاء الله الحين تفادي هذا العطل إن شاء الله بإذن الله. بسم الله يا رب يا رب. هناك سؤال في سؤال ما الفرق ما بين الويكلت ينزلوا تطبيق هناك تطبيق طبعا ويكلت احنا نعرف ان في تطبيق وايضا ان نخش من خلال متصفح وندير عمليه تسجيل دخول ايش الفرق استاذه مبروكه ايوه مثل بعض بس انك انت التطبيق ممكن تنزله على الموبايل حتى تستعمله كتطبيق يعني يسهل استخدامه في التليفون بس لما تدخلي له نفس الامكانيات اللي موجوده على المتصفح وانك انت تشتغل على الويكليت مش مستحق انك انت على اللابتوب انك انت تدير تحميل للتطبيق استاذه شوقيه الان في عرض تقديمي ظهر كده ممتاز أستاذة مبروكة أضيف إن مثل التيمز تطبيق التيمز وإن تدخل على التيمز من المتصفح نعم يعني المعلومة هذه عندي بس حبيت مدام السؤال جاني على الخاص حبيت حبيت تسمعي الإجابة للجميع الجميع مع إن حضرتك تعلمي بالإجابة أكيد أستاذة شوقية تفضلي في شير الآن وواضح الباوربوينت نعم تمام شكرا بارك الله فيكم وأنا أسف على هذا الخلل إذا هذا اللي كنت حكيته هي منصة ويكليت هي منصة مجانية تسمح لنا بتنسيق وتنظيم المحتوى بمظهر جميل جدا زي ما حكيت بدل ما يكون إشي عسي وإشي عدي وإشي هون وإشي هون ومخربشين لا مباشرة أنا المدير بدها مني مثلا عمل معين بالخطط بروح مباشرة على الويكليت بفتح بأخذ لها الرابط بعطيها إياه بروح أطبعه بروح أعرضه إلى آخره فهون مظهره جميل ومنسق ومنظم من أجل حفظه ومشاركة مع الآخرين إن كنت أريد المشاركة وإن كنت أريد أن أجعله خاص فسأجعله خاص مثلا صور خاصة لعائلتي إلي لحفلاتنا لإنجازاتي لمبادرة بقوم فيها للتربية على مستوى الوطن على مستوى العالم إلى آخره هذا بخليه خاص أو unlisted اللي هو غير مدرج زي ما رح نشوف في التطبيق العملي وزي ما حكينا هو يشبه المدونة الشخصية اللي هي البلاج وزي البورتفوليو أنا دايما بحكي إنه بعتبره زي البورتفوليو يعني اللي هو الملف الإنجاز سواء للطالب أو المعلم طيب كمان حكينا إنه يمكن استخدامه في خارج الغرفة الصفية رح أحكينا على السريع سواء في الرحلات مهارات جديدة تعلمها في سرد القصص والإبداع خاصة في اللغات اللغة العربية والإنجليزية نعاني أنا بصفتي معلمة لغة إنجليزية أعاني من ضعف الطالبات في القراءة فمثلا ممكن أبعث لهم قطعة صغيرة وكلهم لو سمحتوا تدربوا عليها وثاني يوم أطلب منهم وأشوف إنهم كيف بصيروا يتحسنوا شوي شوي ومستخدمي ويكليت حكينا مش هي حكر على المعلمين والطلبة لكن فئات مجتمع عديدة يمكن لهم الاستخدام سواء رجل أعمال ممكن ينظم أعماله سواء كان باحث مترجم أو تربوي أو ربات البيوت وحكينا ربات البيوت ممكن زي ما حكينا دايما بسمع من جارتي من سلفتي من صاحبتي وصفة مثلا عمل الكنافة النابلسية مشهورة عنا أو عمل المسخن الفلسطيني
فلسطيني أو عمل أكل ليبية أو مصرية أو إلى آخره، أو علاج لشيء معين أو نصيحة دينية أو كل هذا ممكن برضو أستخدمه فيه. إذن لو جينا هنا عملنا مقارنة بين هاي المنصة وبين بعض المنصات، رح أبدأ في سوي أولا، مش كاتبتها بس لأنه سوي إحنا عملنا عليها طلب الخبير وكنا نعاني إنه فقط 200 آيتم أو شيء من الوسائط، يعني فقط 200 ما بين URL رابط فيديو PDF صورة إلى آخره، لكن الوزارة طبعا حوالي 300. لكن هو الوكلت لا عدد لا محدود، بضلني أحط إن شاء الله مليون مجموعة وإن شاء الله آلاف وملايين بل بلايين الوسائط، فهو عدد مجاني، عدد لا محدود من المجموعات وهو مجاني دوما. للأسف شو اسمه الفورم اللي كنت عاملته عن الوكلت في سؤال بهذا الصدد، هل هو مجاني أم مدفوع؟ لا دوما مجاني، وإحنا بنحب المجاني. لكن لو جينا للنير بود وعملنا قبل فترة عنها تدريب، هي فعلا رائعة جدا وتفاعلية، لكن فيها عدد محدود ويحتاج للترقية، يعني لازم أدفع إذا بدي في أشياء أو يعني ميزات أكثر تنضف لي في النير بود. والبادلت رائع جدا وكثير تفاعل وكثير حلو وكثير حبوا الطلاب أو المعلمين، لكن برضه فقط يسمح لي بخمس حوائط. طيب كيف كنت أحل المشكلة؟ كنت أعمل كمان حساب وحساب، فكان كثير ممل أو مرات أضيع الحسابات وهاي الشغلات. فإذا هذا الشيء بالنسبة للوكلت. إذا من مميزات استخدام منصة وكلت، جيد للجميع ولا محدودة. ماذا يمكننا أن أدرج في المجموعة؟ هناك الكثير الكثير والممتع والتفاعلي، وأنا أعشق الوكلت. لماذا؟ لأنني أبدأ ممكن أن أضيف نصا سواء كتابة أم إضافة من نقلتك من الإنترنت أو ورقة عمل محضرتها إلى آخره. ممكن كمان أضيف فيديو أنا محضرته أو حدا محضره مشان إيش؟ أخلي الطلاب يتفاعلوا في حصتي سواء أونلاين سواء يعني سواء في مبادرة الصف المقلوب. مثلا أنا كمعلمة لغة إنجليزية ممكن بكرة عندي عن الفعل المضارع، ممكن أبعث لهم، أو أنا معلمة علوم عن الخلية النباتية ببعث لهم فيديو وكلهم عزيزي أو عزيزة الطالبة شاهدي الفيديو الآتي ثم أجيب عن السؤال الآتي. بحط لهم سؤال سؤالين، طبعا ما رح أحط لهم 10 أسئلة مشان أضلني إيش جاذبتهم، عملت لهم أتراكشن أو جذب انتباه لإيش للحصة، وبناقشهم ثاني يوم مشان أحسن أو أعالج الضعف. كمان ممكن مقالات أجلبها من الإنترنت وأضعها في داخل المجموعة، ممكن ملفات كاملة أضعها في المجموعة، ممكن أجيب تغريدات من تويتر مناسبة للمجموعة. طبعا كل مجموعة بعطيها عنوان زي ما رح نشوف في التطبيق العملي، وأجيب لهم أي إشي بتعلق بهذا الموضوع، مثلا عن الأكل الصحي، عن فلسطين، عن الدول العربية، عن أحكام الميم الساكنة مثلا. فإذا أي حدا إن شاء الله من سريلانكا، إن شاء الله من الولايات المتحدة الأمريكية، من ليبيا، من مصر، تونس، العراق، فلسطين، الأردن إلى آخره، كاتب أي شيء يختص بهذا الموضوع وبشوفته مناسب بدرجه بهذه المجموعة. كمان صور كثير رائع. تخيل أنت لما تعرض زي الباوربوينت، بس شو الاختلاف الباوربوينت بدون الإنترنت؟ إذا أنا بشتغل إلي ساعتين وقطع الإنترنت وبيروح كل شغلي، لكن هنا في الوكلت الحمد لله الشغل اوتوماتيكلي سيفد، يعني مباشرة بحفظ لي. فبعرض الصور بشكل ممتع جدا، بضيف صورة 2 × 10 قد ما بدي مشان أثري موضوع. تخيل لما تكون المجموعة فيها نص، فيديو، مقالات، ملفات، تغريدات، صور، كمان ملفات PDF، ممكن أكون محضرة ورقة عمل أو مادة إثرائية أو أي شيء بدي أضيفه. كمان روابط إلكترونية، سواء كان الرابط لفيديو، لصور، لمقالة، لبحث إلى آخره. طبعا هاي الأشكال اللي هي راح تشوفوا معظمها أو كلها في داخل المجموعة. هذا هو الـ URL اللي هو للرابط، هذا اليوتيوب بجيب من اليوتيوب سواء من قناتي سواء من أي حدا عامل يوتيوب ومناسب لموضوعي. بوكماركس، شو هاي البوكماركس؟ إذا أنا طبعا أنا إلي حساب وراح تشوفوا قديش إلي مجموعات، الحمد لله فوق 300 مجموعة متنوعة سواء
سواء منهجية أو لا منهجية، سواء تشاركية أو لحالي، سواء في سبيسز أو سواء غيره وإلى ذلك. فإذا مثلا أنا عاملي لنفرض كنا عن الطعام الصحي مثلا مجموعة، فأنا كنت عاملي إشي له علاقة في داخل الوكلت، في داخل حسابي، فممكن أستجلبه من هنا بإضافة الإشارات المرجعية من يوتيوب أو تغريدات، كمان إضافة بي دي إف، كمان بضيف من الوان درايف، ممكن أستجلب أشياء سواء باوربوينت سواء ورقة عمل أي شيء من الوان درايف، سواء كمان ممكن اللهم صل على سيدنا محمد إضافة نص اللي هو ممكن زي ما حكينا أكتبه أو أعمله نسخ ولصق، تويتر حكينا، كمان إيميجز صورة، كمان جوجل درايف زي الوان درايف، بس إنه إيش الوان درايف تابع لمايكروسوفت أوفيس 365، من الجوجل درايف برضو أي شيء بستجلبه. كمان ممكن هاي الخاصية رائعة جدا، أكيد كلنا سمعنا في فليبي جريد، وما شاء الله كثير من الزملاء دربوا، وأنا استضفت أكثر من زميل وزميلة دربوا عنا على فليب جريد، كثير رائع. شو الحلو هذا؟ صوت الطالب اسمه. شو يعني صوت الطالب؟ يعني أنا مش معلمة صح، أنا هسا يمكن تحكوا عني بحكي كثير، بس أنا مستعجلة لأنه عندي كثير كثير في جعبتي، حابة أفيدكم، حابة أبسطكم اليوم وخليكم كلكم سفراء لهاي المنصة، معلمين معتمدين بإذن الله إن شاء الله. وبالإضافة لإنكم تحاولوا تطبقوها مع طلابكم ومع زملائكم. الفليب جريد صوت الطالب مش المعلم دائما هو اللي يحكي، دائما هو اللي يعبر، دائما هو اللي يشرح والطالب قاعد ساكت، لا، أنا ممكن أسجل صوت وصورة لطالبي بدل ما اكتب له عزيزي او عزيزة الطالبة اقرأ النص الآتي ثم اجيبي عن الاسئلة الآتية، لا، ممكن اعمل كفيديو وهو الطالب كما يعني صوت وصورة، واذا بديش صورتي بحط اي صورة عادي راح تشوفه، وبعدين بحمله وببعثه بنحفظ داخل المنصة وكلت. يعني هون انتجريشن، في تداخل، في تعاون بين الفليب جريد وبين الوكلت زي ما حكينا في داخل المجموعة نفسها، وهو الطالب ممكن يعيد لي نفس الإجابة على سؤالي برضو صوت وصورة. هنا بشجع عنده إيش اللي هي السلف كونفيدنس أو الثقة بالنفس. طب إذا الخطوات حكينا، أول خطوة تنظيم أورجانايز، بعدين كولابوريشن تعاون، إذا بدي أتعاون أنا وزميلتي مثلا إن نعمل مجموعة تعاونية أو مشروع تعاوني سواء زملائي أو سواء طلابي أو سواء الطلاب نفسهم. وبوك ماركس حكينا الإضافة المفضلة، مثلا أنا شفت والله عند الأستاذ فوزي، فتت على حسابه على الويكلت وعجبني موضوع معين وشفت إنه ممكن يثري مجموعتي، فبعمل إيش إضافة لمجموعاتي، لكن ببين إنه مين اللي إيش، مشان الحقوق الأدبية هاي إنه أستاذ فوزي اللي عامل هاي المجموعة مش أنا. كمان الشير رح نشوف كيف رح نشارك سواء في عدة طرق، مش رح أطول هون على العرض. إذا هاي التنظيم، هنا مصلى سيدنا محمد تعاون، هنا إضافة المفضلة زي ما حكينا، أي فيديو بدي إياه بضيفه أو أي شيء، كيفية المشاركة، المشاريع في عدة طرق رح نشوفها، كيف رح أبدأ، في عنا عدة طرق، إذا أنا جديدة، إذا أنا لا الحساب رح نبين، رح نفتح أي متصفح، ياريت الآن لأن بعد شوي رح نبدأ في تطبيق العملي، تفتحوا أي متصفح بدكم، بس بنصحكم في الإدج لأنه في مميزات كثيرة وهو تابع لمايكروسوفت أوفيس لهذا المتصفح، وكثير في ميزات عظيمة. افتحوا أي متصفح زي ما حكوا لي. نعم. أستاذة شوقية استسمحك، عندي ما تيجي تبدأي العملي قولي لي ننهي الجزء الأول عشان التسجيل ما يبقاش طويل. تمام تمام يا أستاذ. الآن زي ما حكوا الأستاذات، ممكن أكتب وكلت، وكلت هيها WAKELET في أي متصفح سواء الموزيلا، فايرفوكس، الإنترنت، الإدج، الكان، whatever، أي متصفح عندك أنت حابه تستخدمه، اكتب بس وكلت بيظهر لك، تيجي هاي الأيقونة أو هذا السطر وكلت، هيها سيف زي ما حكينا، سيف يعني احفظ، أورجانيز يعني نظم، شير يعني شارك، كونتنت محتوى يعني أنا بدي أحفظ وأنظم وأشارك المحتوى، أو بجيب الرابط هذا https وكلت.com بحطه برضو بأي شريط عنوان لأي متصفح وبحط له انتر، إما بنزله كتطبيق أو على المستعرض نفسه عادي جدا، وببدأ أعمل تسجيل حساب. الآن رح تظهر مباشرة عندكم بعديها هاي الصفحة، رح نشوفها في التطبيق العملي، في عندي ساين أب وفي لوج إن وفي انتر كود، هدول مهمات جدا.
مثلاً. شو الفرق بينهن؟ ساين أب إذا في حدا جديد. في الآن في المنتيميتر التعاربي في ناس كتبوا لي لا أعرف عن منصة وكلت أي شيء. فهذولا بدهم يضغطوا وين عند ساين أب لأنهم بدهم يعملوا حساب جديد. أما أنا وزملائي اللي إلنا حسابات وسفراء ومعلمين معتمدين الحمد لله العام والسنة الحمد لله جددنا الاعتماد معلم معتمد وعضو وقائد وسفير لهذه المنصة بفضل الله. فبنعمل وين على لوج إن، يعني أنا بدخل إيميلي والباسورد أو في عدة طرق أخرى رح نشوفها. طيب هسا واحد بيحكي طب أنا ما بدي أعمل حساب مثلا، هل بقدر أدخل على الوكلت؟ طبعا بتقدروا، بقدر الآن أعطيكم كود لأي بس المشكلة رح أعمل معلش شوي أعطيكم كود لأي رابط. هاي مجموعة من مجموعاتي للوكلت، الكود ما فيش شيء عندنا اللهم صل على سيدنا محمد شو اسمه شات، بتقدروا تاخذوا له ماسح اذا بتحبوا. الان اما بعطيكم اياه ككود او كلينك او كاحرف عاديه، تقدروا الان تفوتوا وتتعاونوا اذا بدي تتعاونوا في هذه المجموعه مثلا تحطوا لي صور، يا ريت تدخلوا في هاي المجموعه اللي هي عن التدريب مع فريق الاحتياجات الخاصه. ممكن تاخذوا سكرين شوتس يعني لقطات شاشه، ممكن تحطوا معلومه، ممكن تحطوا ريفليكشن تاملاتكم عن الورشه الى اخره. فممكن انا اعطي هذا لطلابي او لزملائي حتى الان، للي ما لهم مش حساب بيقدروا يدخلوا عن طريق هذا الكيو ار، اذا منين جبتها من هون عن طريق انفايت كولابوريترز، او بضغط لهم على هذا الكوبي كود اللي هو VMJ421C3 اوكي، او ممكن عن طريق كوبي لينك، لكن للأسف ما فيش عنا شات أوكي. وممكن أشاركه بعدين هسا مش رح أحكيهن كلهن بالتفصيل. إذا هاي الأمور رح نوضحها هنا، بقولك everything in one place، كل شيء في مكان واحد، ورح أستعرض البقية في خلال التطبيق العملي. طيب طرق إنشاء التسجيل حكينا لما بدي أعمل تسجيل من أول أبو جديد، في عدة طرق، إما عن طريق حسابي على الأبل أو عن طريق حسابي على جوجل أو حسابي على مايكروسوفت أو الفيسبوك أو كليفر أو إيميل أنا بضعه إيميل جديد. طيب هدول الروابط إن شاء الله سوف أشاركهن في المجموعة مع الأستاذ فوزي، هو بيوزع لكم إياهن للي بحب كيف بده يكون اللهم صل على سيدنا محمد أول إشي عضو هذا الرابط للي بده ينضم ويكون عضو. طبعا أقل شيء لازم يكون عندك 10 مجموعات، ولازم تكون يعني حاطط فيهن على الأقل 100 مشان تكون قائد 100 من الروابط والصور والبي دي اف وإلى آخره. إذا أول إشي لازم يصير عضو. طبعا مستحيل أجي أقدم أصير سفير مثلا أو معلم معتمد قبل ما أبدأ عضو، بعدين قائد، بعدين سفير للمنصة، بعدين معلم معتمد للمنصة، وبعدين هاي طالب السفير. ممكن الطالب نفسه، وأنا طالباتي الحمد لله في بعض الطالبات حصلن في بداية كورونا على سفير منصة وكلت بتعاون معي ومع زميلات إلي من الوطن، فممكن كمان الطالب يصير سفير. هذا خاص للطالب، وهذا حسابي على الوكلت للي حابب يعمل لي فولو. طبعا احنا بنعمل فولو لبعض اوكي. إذن حكينا للتقديم لقائد وكلت لازم على الأقل يكون عندك 10 مجموعات، سواء مهمش عادي لو كان خاصة أو غير مدرجة أو عامة، المهم 10 مجموعات وفيهن 100 علامة مرجعية. شو يعني 100 علامة مرجعية؟ ما بين حكينا روابط وصور وبي دي اف. هذا هو الفريق، هذا هو الفريق، وهذا هيو الأسمراني اللي لابس بلوزة وكلت ومبتسم ما شاء الله، يعني عن جد الفريق رائع. ما يعني مباشر بس تبعثي لهم مباشر بيردوا عليك مباشر بيساعدوك، ووعدوني في جوائز حتى اذا بتمكنوا للحضور ان شاء الله انت من ذلك، لكن في شهادات من المنصة معتمدة. فهذا فريق وكلت اللي هو الرسمي، هذا الأسمراني الكليل الصغير الأمور ما شاء الله هو اللي أسس منصة وكلت، وهدول هذا مصباح وهاي إيمي، هدول كلهم مساعدينهم وهدول الفريق تبعهم. طبعا دائما التعاون، حكينا من مهارات القرن 21 في التعاون دائما بننجح. إذا هدول الطرق هيهن اللي منا نسجل عليهن، مش رح أوقف عليهن بصراحة،
صراحة عشان إيش ننطلق الآن يا أستاذ فوزي للتطبيق العملي، لكن قبل التطبيق العملي رح أورجيكم بعض إيش بعض مجموعاتي. الآن أستاذ بدك توقف تسجيل ولا شو؟ حاضر. والآن نعم. ننهي الجزء الأول من محاضرة اليوم للأستاذة شوقية حوارة عن منصة ويكلت، وبعد قليل ننتقل إلى الجزء الثاني من المحاضرة.